أبا أم داء ما فيهاش. تخلوني أشرب من أول، لا قمرو ولا توتن، ولا ما وطيت اللي قمرو وتوتن. أنا ما أعرفش، وبعدين أنت ما تعجبك اللي حق خالتي زنبكة. إيه والله كانت تصلح على زنبكة تسبكها تسبك مداءة صح. الله يسامحك يا زنبكة. أبا ما رأيك تروح ترقيها؟ نسيتي يا شفيقة ما وطنا، نسيتي كيف بهذلت بني وفضحتك أمام خلق الله. ما علي يا أبا الله يسامحك، هي ما كانش قصدها، وبعدين في الأول والأخير هو نصيب وأني سامحته. يلا ما دام أنت مسامحة أنا مسامح، وأنت كذا قلبك ما شاء الله عليك يا شفيقة طيب مثل ما أبوكي والله. بس بكرة تبوكين من صبح تحيدين فتيني، لما يبوك من بيته بلغيني وأنا شابوك على الله من شانك ذي بس. تمام خلاص أنا شراقب لك فتيني لما يخرج وأنت روح حاكيه. تمام شفيقة متأكدة أن فتيني مش موجود؟ والله يا بني حتاه وأجد دائته لك أنها خرج. متأكدة مهلوش؟ والله مهلها والله مهلها لا تخافش. والله أنا خايف من المشوار ذا كله، الزنبق أمس ترضاش وش تحرقنا وش تسبب لي مشاكل. يا با إلا اش ترضى وإني تحبك، وش كل كلمتين حالية كذا وش ترضى بس دلي دلي. تعالي معي. لا مش واقي أنا رايحة حالي. تروحي؟ أيوة يلا مع السلامة. يلا يا با توكل على الله. على الله بسم الله يا معي. يا زنبقة يا فتيني يا فتيني يا فتيني نعم نعم ما معنى يا زنبقة. ايش تتكلم معك يعني كلمتين كذي؟ في ايش تتكلم معي يعني؟ ايش من جاي تدور بيت من بيت العاقل بعيد؟ يلا ما معنى يلا يا زنبقة يا زنبقة. احنا محنا الصغار احنا قد كبرنا على الحركات ذي. بوكي بيتك عب عليه. بوكي بيتي اي بيت؟ اي بيت قصدك؟ اي بيت؟ بيت مال المسلمين، بيت الدود، بيت الوحشة، بيت الظلمة، بيت الطلاق. روح لك يلا لو سمح. شوف انا مرضاش وما شاش خيف تاني يجي وانت هنا موجود. شوف اهم حاجة سمعتي احلم قريش يشوفونك هنا شكله يعلم الله ما معنا. يلا لو سمحت توكل الرجال ما انا ما معي الا شرفي وسنعتي. شرفك ما سمعتيك ما نسمعت غريب يا هبلي. لا لا انت غريب انت غريب ولو سمحت يلا يا زنبقة عب عليك ارجعي بيتك. يا زنبقة ارجعي بيتك. اخر لا شوف ذي مش اخلاع عيب الشباب الطايش حق ذي الايام. لو سمحت اخرج يلا انا لا لا والله لا يا ناس يا خلاص خلاص يلا تصفيق. صدق ام قمعه قد قال ام قمعه قال ان زنبقة مجنونه ما بتحترمكش ولا تسترجع معك سهل. لكن ما نش بحاجتك انا خلاص يكفيني يكفيني حنان أم قمئة ورقة أم قمئة يكفيني ذوق أم قمئة يكفيني حنان أم قمئة يكفيني رشاقة أم قمئة. والله رشاقة أم قمئة؟ إيه هذه كذبة هذه كذبة هذاك خرجتها طرية الرشا رشاقة أم قمئة. الله يخزيك يا زنبقة.
اولا انا غلطه عمري، غلطه عمري يا زغي، غلطه عمري نزوق في مجنونه، والله غلطه عمري. صح على حالي زنبا يا مو شوتر، اهدوا انتوا بالنهايه مالكم غير بعض. ممكن غير بعض، ما دخلك انت يا بلاستيك، قري يا ام شوتر يا اما زنبقة. انتوا عشرة عمر مالكم كذا؟ عشرة عيش روري مالك، حاول تعقلقل. عشرة عمر هي عشرة ريال فرنسي، عشرة ريال فرنسي معطفة مشططة حالة امها حالة، وفوق كذا راح يطلبها وتزوجني دين، يعني بالجزمة حقي شرد حقام عشرة ذي وهو مدسوع. بالجزمة؟ جزمة من الهبلة، من الهبلة، من الهبلة، كذا؟ ربنا يرحمك يا شيخ فاضل، ربنا يرحمك ويجعل مسواك الجنة، ما كانش يستاهل اللي جراله، ده كان خيره على القرية كلها. أي والله خيره على القرية كلها، إنما ربنا يصطفل الصفف اللي قتل. قتل هذا البديل ها؟ هذا بديت بديت بطيت؟ أبد 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 أبد. بص يا كديم، بطيت مش بطيت، أنا مش بطيلك، أنا قلبي محروق على موت شيخ فاضل. أدب أدب أنت عايز إيه؟ أدب أدب بطيت بطيت أدبك عايز علاج؟ خد يا أخويا، استنى وده كمان ملعقة ليه؟ معلقتين ليك، ثلاثة ها؟ نزل إلهي ربنا يفك خرصة لسانك. يا فضيلك ربنا يرحمك يا شيخ فاضل. إيه ده؟ الزول ضوي الجحيم عنده ضيوف؟ ومن العجائب الغريبة في القرية دي، مرة الزول شوتر جاب لي التور حقه، والتور يجيب قرنين. فعلا ايوه، جاب التور حقه بقرن واحد. قرن واحد بس؟ سألته يا شوتر ليه التور حقك بقرن واحد، قال لي والله يا زول القرن الثاني قرحته في عرس جعفر. اها يا دكتور انا استاذن. لا والله بدري. والله شوف انا والله عندي شغل كثير جدا في صنعاء، وخليت عملي كله جد، لكن أوعدك بزيارة تانية إن شاء الله. بارك الله فيك وشكرا، متشكر على الزيارة المفاجئة هذه. إن شاء الله بزورك. بالمناسبة دكتور، تفضل. يا أخي عليك لو سمحت شوف لي معك شغل في القرية. صراحة القرية عجبتني وعجبني تعامل الناس وجو القرية. إذا في أي عمل كلمني. أسمع يا زول، تعرف الزول اللي هناك جمعة؟ أيوة. أنا طيرته من العيادة العامة، أنا ممكن أطيره من العيادة الخاصة وأجيبك أنت. لا 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 لا، شوف الشغل بتاع الجمعة ده خليه بعيد، نحن ما دار نقطع رزق أي زول، تمام؟ إذا قدي شغل غير شغل جمعة يكون أحسن. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا دكتور أبو بكر. يا ضو يا أخوي، عمال بتضحك وتهزر وفرحان، خلاص مفيش اعتبار إن الشيخ فاضل مات، مفيش في قلبك رحمة. يا ضو كنا في ضو واحد، جايب لي برج كهربا، انتوا ناويين تولعوا المنطقة ولا ايه؟ في مين ده ضو؟ ده يا دكتور جمعة الدكتور البيطري ابو بكر. وكمان بيطري؟ يا اخوانا مفيش تخصصات في السودان غير البيطرة ولا ايه؟ يا اخوانا ارحمني ارحمني. أنا منتظر تقرير المعمل الجنائي، وأول ما يوصلني ببلغك يا فندم. ولا يهمك. يلا مع السلامة. فندم، عنان دساس اللي طلبتهم للتحقيق وصلوا. باقي سامي بن الشيخ فاضل ما وصلش. خلي عنان يدخل الآن، وسام هو بيجي معاه أفتيني. حاضر فندم. عطاء، افتح محضر. الحمد لله على السلامة يا ابن سام. وعظم الله لكم الأجر. أجرنا أجركم عظيم يا عم فتيني، اللي قاهر قلبي يا عم فتيني، إنه اللي قتل أبي للآن ما ظهرش. ليش يقتلوه؟ أبي عمره ما قصر مع أهل القرية، يقتلوه ليش؟ فعلا الشيخ فاضل عمره ما قصر مع القرية ولا مع أهلها،
ودم ابوك عمره ما يروح باطل، والقاتل بانوصل له بانوصل له. اخ اخ يا عم فتين، لو اعلم بس من قتل ابي اقسم بالله لاشرب دمه. الحكمه والصبر يا ابني لازم منها، وانا الان دعيتك في موضوع مهم، مدير القسم وصالي علشان يحقق بنفسه في الموضوع. هاي الجروح والتقرحات بسبب الوصفات الشعبية اللي عم تستعمليها. ما نسوي يا دكتورة؟ نصحنا بها وسويناها. ملا يا جماعة، قد احنا بالقرن 21 والدنيا ملا انت مستشفيات. هاو ما خيركم انتم الوصفات الشعبية؟ ملا منها بلعمتي زنبقة. قلنا لاش نروح المستشفى؟ قال لا، عند الحاجة فاطم. رح اكتب لك هذا المرهم تستعمليه مرتين باليوم، وانتبهي لا تستعملي هالاشياء مرة تانية. طيب يا دكتورة، ولا يهمك.